الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأشار من إشارته حكم وطاعته غن أن أبسط له أكثر في قضية مفهوم أهل السنة. مفهوم أهل السنة مفهوم واسع فضفاض، الكل يدعي. يعني عندما يأتي إنسان يقول نحن أهل السنة نتبع النبي ونتبع الصحابة والتابعين، هذه الكلمة متفق عليها بين الجميع ما عدا بعض الفرق الخوارج وغيره. الكل متفق على أن مرجعنا الكتاب، مرجعنا السنة، مرجعنا فهم الصحابة، مرجعنا فهم التابعين. إذن هذه الكلمة لا تخدم أحدا بعينه، تخدم الجميع. أهل السنة تميزوا عن غيره، أقرب الفرق إلينا هي الأشاعر والحنابلة. إذن لا نحن حنابلة ولسنا أشاعرة، نحن ندعي أننا نتبع السلف الصالح. السؤال، ما هي كتبنا في العقيدة التي تميزنا عن غيرنا؟ هذا السؤال هو الذي شغل الناس في الفترة السابقة. نحن أهل السنة عندنا كتب أصول، السنة الإمام أحمد، السنة الخلال، السنة لابن أبي عاصم، كتاب التوحيد، كتاب السنة الآجري، الرد على الجهمية، الرد على بشر المريسي وغيرها. هذه الكتب، هذه كتب عامة، هي أصول ويعني نصوص عامة يستطيع الإنسان أن يستنبط منها، هي بمثابة صحيح البخاري وصحيح مسلم، أن الإنسان لا يأخذ منها الفقه إنما يأخذ منها الحديث والأدلة. إذن نحن أهل السنة نطالب كل إنسان عنده القدرة على قراءة كتب السنة واستخلاصها وتقرير قواعدها وضبطها بالقواعد المتفق عليها. الآن يوجد كتب في المنطق، يوجد كتب في الأصول، يوجد كتب في البلاغة والنحو وما شابه ذلك. رجل يتكامل فيه هذا الأمر يدخل إلى إمامنا وهو ابن تيمية، ومن خلال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يستخلص القواعد ويضع لنا كتابا تعليميا في العقيدة للمبتدئين، وكتابا تعليميا هو أصلنا الذي نثبت به الحجة ونرد به الشبهة. الكتب نوعان، كتب متون للمبتدئين وكتب متون للمنتهين. هذان الكتابان لا يغني أحدهم عن الآخر، بس لابد أن يكون كليهما متوسع، يعني شامل لجميع الأبواب. نحن أهل السنة لو سألنا سؤال إلى بعض المتخصصين في هذا الفن، ما هو المتن الموجود لأهل السنة المعتمد يجمع كل أبواب الفقه أو كل أبواب العقيدة؟ لن تجد. يعني عندنا أبواب في مثلا النبوات غير موجود، أبواب في الكلام غير موجود، الباب في الملائكة، الجن، أحوال الآخرة، أحوال الدنيا، تعاملاتنا مع الناس، هذه كلها تكاد تكون منتشرة في كتبنا. يعني لابد الإنسان يقرأ كل هذه الكتب ليصل إلى هذه النتيجة. لماذا لا يكون هناك متبرع يقرأ كل هذه الكتب ويؤلف لنا كتاب متنا في عقيدتنا، عقيدة أهل السنة؟ نحن أهل السنة عندنا شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتبا عظيمة. هذه الكتب إذا قرأها الإنسان يعني يحتاج إلى جهد كبير حتى يقرر القواعد، قد يصل إليها وقد لا يصل إليها. دورنا نحن أن نؤلف كتابا ومتنا بسيطا للمبتدئين وكتابا للمنتهين، نجمع فيه نصوصنا وقواعدنا ثم نرد على شبه الآخرين. لعل هذه بعض الناس يقول هي موجودة بفضل الله، نقول موجودة لكنها مبعثرة. يعني إذا تذكر الإنسان قول الإمام أحمد، كانت أقفيتنا أهل الحديث في أيدي أهل الرأي حتى جاء الشافعي. ما الذي فعل الشافعي؟ جاء الشافعي فأخذ الحديث وأخذ الرأي فدمجهما مع بعض، ثم أخرج كتابه الرسالة وكتبه وفتح للناس الأبواب، كما قال الإمام أحمد، ما عرفنا الناسخ من المنسوخ والمطلق من المقيد والعام من الخاص وغيرها حتى جالسنا الشافعي. هنا انفتحت الناس. نفس الطريقة نحن أهل السنة نريد هذا الرجل الذي يدمج بين العقل والنقل. هذه القاعدة أصلها كذا، هذه الآية ترجع إلى قاعدة كذا، أصل النقل أصل العقل، كلمات يعني قد كثير من الناس لا يستوعبها ولا يعرف نتائجها، إنما هو يردد كلاما سمعه وأعجب فيه. لابد أن يكون لنا كتاب معتمد في العقيدة. كيف يوجد هذا الكتاب؟ عندنا إمام قد وفر علينا جهدا عظيما وهو شيخ الإسلام
ابن تيمية، دوره أن يؤلف كتابا ومتنا في هذا الباب يشمل كل أبواب العقيدة من بدايتها إلى نهايتها، وهذا جهد يعني ليس صعبا. وعلى العلماء الآخرين أن ينقح هذا المتن تنقيحا جيدا حتى نصل إلى النهاية، وهو الكتاب المعتمد المقرر الذي يوفر علينا جهدا طويلا عريضا ويقلل من الخلاف. لأن عندنا الآن عندنا قول لأحد أئمتنا المعاصرين من أهل السنة وقول آخر لأحد أئمتنا المعاصرين، كلاهما يقول هذه صفة هذه ليست صفة، هذا بدعة هذه ليست بدعة، هذا كفر هذا ليس كفر. إذن كيف نوفق بينهما؟ لابد أن يكون عندنا كتاب معتمد ونقول هذا قول فلان وهذا قول فلان والمعتمد كذا. وهذه المسألة وهي أن يكون عندنا كتاب معتمد جامع لكل أبواب العقيدة، هذه مسألة متفق عليها بين جميع العقلاء. مثلا عندنا في الفقه هناك كتب معتمدة في المذاهب، في الأصول هناك كتب معتمدة في الأصول، في النحو هناك كتب معتمدة في النحو، في البلاغة، في المنطق، في الفلسفة، لا يوجد فن من فنون الدنيا إلا وتجد هناك كتابا معتمدا وقد يخالفون وقد يوافقون. لكن هذا باب واسع جدا لا ينبغي علينا أن نختلف فيه، لكننا نحن أهل السنة مقصرون في هذا الباب تقصيرا عظيما حتى شتت علينا أمرنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المبحث قد وضح للجميع. وإلى هنا نقول جزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.